أهلا مجددا المشاهدين، تحية حب واحترام لكل المشاهدين انضموا الآن للمتابعة لمتابعة هذه المساحة والمد المباشر. حديثنا حيكون عن النحل وإنشاء المناحل. في بيت شعر يقول: النمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تجني رحيق الشهد أعوانا. إذن حديثنا اليوم مع دكتور علي جماح حامد، مدير مركز أبحاث النحل وإنتاج العسل بجامعة السلام، الحديث أكثر عن هذا الموضوع وكثير من المحاور. سعداء أنك تكون معنا صباحا دكتور، صباح الخير. صباح النور عليكم وعلى الشروق، وصباح الخير على كل المشاهدين الكرام. بالعادة يعني فكرة إنشاء مناحل والاهتمام بالنحل هو بعيد شوية كده عن المشاهد حتى في تفاصيله، عشان يكون عن قرب أول في اشتراطات معينة عند إنشاء أي مناحل خاصة، يعني ما العامة عشان نجني منها الرحيق الشهد يعني أو العسل، فشنو الاشتراطات الأولية لإنشاء المناحل برأيك؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والله أنا أكثر سعادة أن أكون في قناة الشروق وتتاح لي هذه الفرصة. برنامج المناحل هو برنامج جميل جدا جدا، والسند المرجعية حقتنا اللي هو قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لنا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التسلسل في السكن اللي هو بدأ من الجبال وجلى مما يعرشون، ده نحن الآن عاملين في مما يعرشون. فنحن الآن بنجيب الصناديق وبنعمل المناحل زيه وزي أي مشاريع أخرى، مشاريع الدواجن مثلا، مشاريع الإنتاج الحيواني. هذه المشاريع هي ربما يكون الناس هم بعيدين عنها كل البعد وبيتخيلوا أنه صعب لكن وخطرة، لكن هي نحن الحمد لله بنتعامل مع النحل بزي الصورة اللي هي جاتك، يعني بنتعامل معها زيه وزي الحيوان العادي الأليف أو الداجن بالنسبة لنا. فهي هذه المشاريع هي مشاريع للزول الداري يستثمر فيها أو للزول الداري يعمل فيها، سواء كان جهات بحثية أو جهات تجارية. المفروض يكون عنده مساحة قابية كويسة تتوفر فيها مصادر المياه، وتكون بعيدة من السكن ما يعني 10 كيلو على الأقل. في بعض المناطق مثلا في أوروبا أو غيرها بتلقى في السقف بتاع البيوت بفوق في الطابق الثاني تلقى مجموعة بتاعت خلايا، لكن النحل حقها شوية هذه ما زي نحلنا. طيب دكتور، يعني النحل ذاته حساس جدا، ما بحب الروائح الكريهة، وما بحب مناطق الازدحام، وما بحب إنه برضو يكون في مناحل تانية بجواره، يعني بيحب ياخذ مساحته. فبرضو نتكلم عن حساسية النحل، عايز بيئة مهيئة تماما حتى انه يلقى راحته ويلقى مساحته، لانه هو تقريبا ما يقارب 7 كيلو ممكن يسرح ويجي تاني. طبعا سبحان الله، دي نقطة مهمة جدا جدا. نحن لما بدينا العمل اشكر جامعة الجزيرة هي المؤسس لهذه المشاريع على مستوى الجامعات السودانية، ولكن يعني ما قدروا يعملوا مركز ابحاث نحل، فانا طلعت ومشيت جامعة السلام وأسسنا مركز هذا بحث النحل. تحية لجامعة الجزيرة وتحية لجامعة السلام اللي تقبلت الفكرة، تحية لبروفيسور بكين عبد الله بكين، هو كان مدير الجامعة في حينها. والحمد لله أنا داير أقول لما تجربتنا بدينا، النحل ده كائن حي ذكي جدا وما بيتحمل أي حاجة هي مخالفة لطبيعة الإنسان السوي. فنحن قمنا بدينا المناحل ونجمع في جامعة الجزيرة في كلية الزراعة والموارد الطبيعية كتيم، يعني فخطينا النحل في حتة، وقدر ما بنجي نجمع سلالات المحلية بنلقاها بتهاجر. فلما رجعنا للسبب كان معانا خبير هو حسن محمد خير، فلما رجعنا للسبب لقينا أنه في تصريف جاي بجنب النحل، فبالتالي الرائحة بتاعت هذا التصريف هي اللي خلت النحل أنه يهاجر ويهجر هذه المنطقة، فهي طيبة وزي ما قال بتجيب العسل الطيب. يا سلام. طيب هو تقريبا بيسرح مسافة بعيدة عشان من الرحيق وللحبوب مصادر الغذاء بتاعته. نعم. هل إذا حس بالخطر أيا كان، خطر متعمد أو خطر بتاع بيئة، ممكن يمشي هيجي تاني ما يجي بالدارية السودانية؟ طبعا النحل بيحاول يدافع عن نفسه في حالة بيقول لك مثلا في نحل يهاجم الناس، في نحل بيضرب الناس، في نحل كده، فدائما بيهاجم 200 لما يحس بالخطر. على هو العسل عبارة عن مخزون استراتيجي بالنسبة للنحل، عشان بيجمعه في زمن الفيض أو في زمن يكون في رحيق، وفي زمن الندرة بيحاول يرجع له عشان يتغذى عليه. لما يحاول انه في اعتداء عليه بيقوم بدافع، اللي هو عبارة عن طبعا الطائفة هي سبحان الله هي ملكة وشقالات وذكور، فالشقالات بروائح فرمونية بيناتهم بتطلق هذه الروائح الفرمونية للدفاع عن الخلية. في حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان النحلة لما تلسع انسان بتموت، وهم جاهزين انه يدافعوا عن هذه الخلية حتى الموت حتى الموت إطاعة ودفاعا عن المسكن وعن الوطن، يعني وطنهم واستجابة لنداء الملكة.
ففي انسجام تام وتعامل تام بمؤسسيه كامله بين النحل. يعني تمشي تجيب الرحيق وتيجي ممكن تشيل عسل من حته ثانيه عشان تجيبه للخليه، ما ممكن تتصرف فيه تصرف نهائي، حتى وين كانت هي في حوجه ماسه للغذاء، لازم تسلموا المخازن وبعد ذاك ناس المخازن يصرفوا لها زي وزي الناس الشغالين كده يعني. ليتنا نتعامل مع بروتوكول النحل يعني حتى في حياتنا حياتنا اليوميه. نعم. في السودان برضه يعني ناخذ نماذج. نعم. طيب إن شاء الله. مركز يعني ابحاث النحل وانتاج العسل بجامعه السلام، المركز ده بيضم شنو بالتحديد؟ هل دراسات وبحوث ولا عينات عشان يتم تطبيقه يعني وتوزيعه؟ طيب المركز هو مركز بحثي متخصص في تربية النحل وإنتاج العسل للمركز اللي هو أقسام، قسم المراعي النحلية، قسم البحوث، وقسم يعني الأمراض بتاعة النحل برضو يصاب ببعض الأمراض والآفات. المركز هو أنشئ في العام 2018 وهو المركز الوحيد يتبع للجامعات السودانية أو في التعليم العالي مركز وحيد في أبحاث النحل. الفكرة لهذا المركز هو مركز بحثي متخصص وبيعمل في خدمة المجتمع وفي دراسات البحوث حول النحل. الآن نحن ربنا سبحانه وتعالى حبانا بمنحة من اتحاد الجامعات الأفريقية لبناء القدرات في مجال الزراعة مقرها في أوغندا، ومولونا بمشروع ب$100,000 ببداية هذا المركز. يعني الحمد لله بديناه من الزيرو أو من الصفر، الجامعة ما خسرت فيه أي حاجة، كتبنا مشروع بحثي فهم يتقبلوا الفكرة وقاموا مولونا ب$100,000. ال$100,000 انه لازم يعني 70% منها نعملها لطلاب دراسات عليا منحه كامله اللي هو فول فند سكولارشيب، والحمد لله ادينا الطلاب بتاع الدراسات العليا سجلنا لهم وشغالين في الدراسات العليا في مجال النحل المختلفه، فيهم من استخدم النحل في التلقيح، وفيهم من استخدم النحل في الـ في الـ في الـ اللي هو سم النحل، وفيهم من استخدم النحل في ريزيستنت بتاعته اللي هو مقاومته، وال30% شغالين فيها في المجتمعات الريفيه. نعمل جمعيات ريفية ندربها ونأهلها ونقوم نديهم وحدات إنتاجية ونتابعهم لحد ينتجوا، بعد نتأكد أنهم أنتجوا نرفع يدنا منهم ونمليكم يصبحوا هم منتجين ويضمنوا للمستهلك منتج أصلي ما فيه غش. وعلى ذكر التمليك يعني ده برضو بيدخل فيه جانب يعني زيادة فرص العمل طبعا، إذا كان نحن بنعتمد في اعتمادنا على مصدر رزق معين او دخل معين ودائما بنشتكي من مساحه العمل الواسعه يعني، فدي مشاريع حقيقيه قدر كيف ممكن تقدروا تسهموا بصوره حقيقيه في توسيع نطاق العمل بالنسبه حتى للارياف الما قريبه من المركز الخرطوم؟ طبعا هذه المشاريع هي من المشاريع زي ما قال في الجانب الاخر في 180 درجه خلف رؤيه الانسان. يعني الانسان هو بيشوف قدامه، لكن لو حاول يشوف بزوايا مختلفه ربما يطلع على مشاريع هي مفيده جدا جدا وهي مرميه في السله، لكن هي اكثر ربحا واقل ريسكا يعني. فهذه المشاريع احنا من بدينا نعمل جمعيات انتاجيه حول القرى، حتى النساء يعني دربناهم وعملنا لهم جمعيات انتاجيه، والجمعيات كانت يعني منتجه، مثلا جمعيه في البحر الاحمر، جمعيه الحالين هناك، في منظمه المانيه طلبت مننا ان ادرب لها ناس في وزاره الزراعه والثروه الحيوانيه، ودربنا. هذه الصور عندك بتكون بتاعت البنات ديل وهم لابسين اللبس، وناس الثروه الحيوانيه تدربوا معانا، عملوا جمعيات بتاعت برضو لهم الشكري، عملوا جمعيات انتاجيه. فالجمعيات الانتاجيه دي بتزيد الدخل بتاع الفرد وبالتالي بيساهم في الدخل القومي وبتوفر للمستهلك يعني عسل فيه جوده. واي ولايه في السودان في امكانيه انه نعمل فيها مناحل، يعني في بعض الناس بيقول لنا بر السودان مثلا البحر الاحمر ما فيها كذا، هسه انا جاي داخل الاستوديو النحل موجود عندكم في مدخل الاستوديو ما شاء الله يعني. الله يكرمك. فدي دلاله طيب. على انه يعني ممكن نعمل المناحل في اي بيئه. طيب طيب يا دكتور، انت ذكرت قبل الابحاث، شنو السلالات ابرز السلالات الموجوده حتى على نطاق العالم اذا بإياس؟ نعم. والمستخدم نعم. في السودان نعم، معظم سلالات العالم اللي هي عندنا منها اللي هي افضلها عالميا سلالات اللي هو بسموها النحل اليوغوسلافي او الكورونيولي اللي هو بسموه الابس مليفلا كارنيكا، هو ده افضل سلالات النحل اللي هو طوروه ناس يوغوسلافيا طبعا، والنحل ده هادئ جدا ما شرس، يعني ممكن في الاستوديو ده بفوق تعملوا مناحل، الان تشرب من النيل يعني وبيئتكم ما شاء الله جميله، وتجيبوا العسل منها طبيعي جدا جدا، ما بتهاجم ما بتشاكل، هادئه، انتاجها من العسل كثير. دي افضل السلالات العالميه. عندنا السلالات الايطاليه اللي هو بسموه النحل الالماني الابس ماليفرا، وايضا هي طبعا مجموعه النحل، نحل العسل عامه ممكن يكون اربع سلالات، منها النحل الاسود بسموه الابس ماليفرا ماليفرا، وعندنا النحل التليان اللي هو بسموه نحل الكيب تاون موجود في جنوب افريقيا، برضه سلاله جيده وممتازه جدا، وعندنا النحل الافريقي
لما نجي لسلالات النحل الافريقي اللي هو الابس ماليفرا الترمي... اللي هو بسموه الابس ماليفرا سكيوتولاتا، ده افضل يعني افضل السلالات الموجوده نحن عندنا في السودان، وبيتحمل جونا ومقاومه للامراض والافات، وبتعمل في البروده العاليه وبتعمل في الصحراء العاليه والنحل السوداني، وبنجيب منه عسل كثير يعني، فقط فيه شراسه. فنحن كيف نتعامل مع هذه الشراسه؟ هو ده مربط الفرس بالنسبه لنا الان. طيب. اللي هو عندنا مشروع بحثي الان جديد اسمه يعني انتخاب السلالات المحليه، يعني انتخاب الانتخاب الطبيعي للسلالات المحليه في اللي هو بسموها اللي هو ناتشورال سيلكشن اوف لوكال ريس اوف سودانيز افريكان بيس. طيب ده كلام، ده مدخل ممتاز وبيقودنا لانه انت ذكرت انه عندنا قابليه انه نشل مناحل في كل مكان وعلى حسب البيئة بتاعت المكان نفسها، وفي عسل وفي نحل برضو بكون مقاوم على حسب البيئة أنت ذكرتها. فعايزين ندخل في جانب تجاري، يعني برضو ما للاستفادة المحلية ولا استفادة في العلاج ولا في التلقيح ولا السلالات، فقط إنه يكون مصدر بتاع دخل ويستفيد منه السودان، أو على أقل تقدير تستفيد منه المنطقة وتكفي احتياجها. فقدر كيف مهم إنه المناحل دي يكون الهدف الرئيس منها برضو تجاريا؟ طيب الآن نحن عندنا الوحدة الإنتاجية من الخلية ذاتها، افراد يعني عشان يكون عندي مناحل معناته بتتكون من وحدات انتاجيه. الوحده الانتاجيه عباره عن صندوق نص متر يعني في نص متر تقريبا، دي يعني ممكن جنينه صغيره فدان واحد تخط فيه 10 صندوق بتاع تربيه. دراسه الجدوى الاقتصاديه من هذا المنتج يعني اقل انتاج من هذه العشر صناديق ممكن يكون 50 كيلو في كل مره. الان نحن العسل اللي جبناه للعرض، فالاجانب بيحصروا علينا انه نديهم عسل، فبنديهم $50 للكيلو، وعندهم قابليه انه ياخذوا كيلو $50. خلاص في ناس محليين احنا برضه بشيلوا يعني بيضغطوا علينا انه نديهم من عيناتنا الموجوده في الـ في الـ في, الـ في المعرض، برضه بنديهم يعني ب 20 25 يعني 15. في زول بيكون مليح لكن ما شايل قروش، برضه فاتحين عينات للتذوق. فالعائد الاقتصادي او دراسه الجدوى الاقتصاديه من هذه المشاريع ناجحه جدا لانه الريسك فيها بسيط. الحاجه الثانيه 70% من المشروع هي اصول، يعني السيوله اللي انت ممكن تحرك بها المشروع هي عباره عن 20% فقط سيوله، فبالتالي حتى لو حصل ريسك او انهيار للمشروع فانت راس مالك عباره عن 70% هي عباره عن اسيت سواء اصول صناديق وفرازات ولبس وقيره. والعشره دي ذاتها يعني مثلا العشره صندوق دي اخذت معك طول السنه، يعني عندنا عسل الصنط هو اول الاعسال بينتج في السودان، اسهاره لانه من شهر 8 لحد شهر 10. بعد شهر 10 بتفرز الصروط، بتمشي اللي بتمشي للسدر اللي هو في شهر 11 في الدندير. شلت من شهر 11 فرست عسل السدر، بتمشي على عسل الطلح اللي هو بيتغذى على زهرة الطلح من شهر 1 لحد شهر 2 وشهر 3. خلاص بعد ذاك تمشي لعسل زهرة الشمس، برضه بيستمر في الفترة الشتوية كلها، بيكون هو مستمر وما فيه إشكالية، يعني انت ممكن طول الفترة اذا كان بمعدل الخلية الواحدة هو 10 5 كيلو في كل فرزة، فهي مجتمع 4 مواسم ب 20 كيلو، 20 في 10 اللي هي كده عملت معك 200 كيلو، 200 كيلو في الموسم. ال 200 كيلو لما انت تيجي تضربها في 20 او في 10 فانت تتخيل العائد الاقتصادي من غير مدخل التعامله، يعني مش زي الحيوانات المشاريع الانتاج الحيواني تجيب تغذيه وتغذي وتعمل، لا مش ما عنده علاقه، يعني انت خطيته هو براه بيفتش المويه وين، تخطه بس في مصدر بتاع مويه او في جنينه او قريب من المياه، انت عليك المراقبه فقط وعندك زول فني كويس يتابع عليك، وانت لو اتدربت حتكون انت متابع وحيكون جزء بالنسبه لك، يعني جزء من الرفاهيه انت تمشي الجنينه وتتعامل مع كائنات حيه وبتاخذ جميع انواع العسل، مش العسل بس، عسل وحاجات اخرى كثيره يعني من منتجات النحل، مش عسل ممكن يكون 7 منتجات من النحل. طيب دكتور علي جماع حامد مدير مركز ابحاث النحل وانتاج العسل بجامعه السلام، كمحور ممكن يتساءل المشاهد معانا، دائما عندنا القصه بتاعت انه في عسل مغشوش وعسل ما مغشوش وفي السوق وكيف نعرف انه العسل ده اصلي واعمل كده بالطرق التقليديه و وتفاصيل دي، فانت برايك كيف ممكن نتعرف على انه العسل ده عسل طبيعي غير مغشوش، ولا يعني الزملاء مدونا بعينات على يدك اليمين نستأذنك يعني انه برضه ترفع للمشاهد مع البقيه، دي مشكلتنا
في واحدة تانية جنبها رفعة. كويس. أنا أتمنى كان في واحدة فاتحة للتزوغ. وفي واحدة برضو فاتحة للتزوغ لو جواها كانت تكون برضو حاجة جميلة يعني. طيب طيب دي ثلاثة أنواع وحتى سبحان الله في الشكل بيختلف يعني. دعوة. الشكل والسماكة. سبحان الله. دعوة. طيب طيب الأول الأول كيف طيب أول حاجة نعرف أنواعه. طيب يعني احنا عندنا انواع العسل في السودان اللي هو حسب المصادر اللي قلتها لك في الاول الاربع مصادر او خمسه مصادر موجوده. العسل يعني الناس لما يجون في معرض الخرطوم بيسالوا اقول لهم ده عسل طلح، بيقولوا كيف عسل طلح مثلا؟ يعني هو بيكون مصدوم طوال بيرجع يفكر كيف يعني. فاحنا بنقول له بنرجع له للمثل بيقول له بتعرف عسل السدر؟ بيقول له اي. بيقول له طيب بيطلع كيف؟ بيبدا يتفهم معك. فهو النحل بيمشي بشيل من الزهره بتاعت الصنط وبيعمل منها العسل، بنسميه عسل صنط على الشاط، انه يكون كل نسبه بتاعت النحل الموجود الشجر الموجود هو سدر، او الاسهار يكون 90% او اكثر من 90% في المنطقه هو سدر. يعني على حسب المصدر بتكون على حسب المصدر الرحيق بتاعه. نعم حسب المصدر اللي تغذى عليه. فلما ناخذ العسل بتاع الصنط معناته النحل تغذى على زهره الصنط اللي هو الاكيشيا نيولاتيكا، بعد ذاك جاب لنا منه العسل. عسل الصنط ده يعني بيتميز بميزه. انا كنت في مؤتمر علمي في مصر قبل شهر، هو المؤتمر الثالث للعلاج بلسع النحل في مصر، برضه جزء من منتجاتنا ثم النحل برضه بنعالج به ولسع مباشر وكدي. فشلت معي عينه من عسل الصنط حقنا ده اللي هو عسل القرب، فكانت نسبه السكروز فيه صادمه عباره عن 2%. صحي طبعا. فأس يعني احنا عندنا الناس اللي بيجوني بيتخوفوا من عندي زباين يعني قديمين من كتب البكلاريوس، انا كنت نحال قبل ان اكون في الان عندي مشروع يعني. يا سلام. لكن اثرت على نفسي انه ادخل في القطاع العام اللي هو في الجامعه واعمل الفكره اللي عجبتني جدا، وهي ذاتها بقت لنا مدخل انه يكون شغل بحثي وشغل تجاري. والفنص الصنص هو عسل بتاع الطلح التاسي كويس انه لاحظت فروقات الفروقات حتى في الالوان يعني الفروقات في الالوان ظاهر للعيان يعني. نعم. فدائما الاكثر شفافيه هو عسل الطلح، والاكثر اللي هو لونه مايل للداكي اكثر اللي هو البني القامق او مايل للاسود كل ما طال الزمن هو عسل بتاع الصنط. فهو ده الاول بينتج في الفتره، وده بعده بيجي طوالي في الفلورينج في الفلورينج تايم بيجي في شهر واحد لحد شهر ثلاثة. حتى الان نحن منتجنا نحلنا الموجود على زهره الطلح انتاجه شغال الان، بيجي في شهر اثنين نهايه اثنين ونهايه ثلاثة. هو الثالث نفسه؟ الثالث هو نفسه اللي هو نحن جبنا ثلاث عينات معانا من جبنا اس يعني جبت العينتين ديل بتاع الصنط وبتاع الطلع. بالرجوع لسؤالك عن المقشوش. العسل عن العسل المقشور. وطبعا دي موضوع كبير جدا جدا والسؤال عليه صعب شديد. صح؟ يعني انا صعب اقول كل الفرضيات اللي الناس بيقولوها على اساس انه ده عسل مقشوش عشان المستهلك يتجاوزها الناس بيجوا يغشوا فيها. يعني مثلا احنا زمان بيقول العسل ده يعني مثلا دي العينه دي بتاعت عسل الصنط. طيب هو الكثافه حقته طبعا اديني معاك عشان برضه اعرض للمشاهد. نعم دي عسل الصنط. فانا لما نجي للعينه دي اقوم اقلبها كده مثلا شايف العسل بينزل بسماكه كده. طيب. ولو لاحظت بيجي نازل من فوق في شكل سلبه كده. ايوه. بتكون هذه السلبه تكون ايوه تقيل. دي لكثافته ولارتباط جزيئاته مع بعض البعض ما متخلي لها مواد غريبه في الغش يعني. فهو التجانس بتاع العينه دي هو اللي بيخلي شنو؟ هو بيخلي انه بيديك بصيص امل انه يكون العسل ده اصلي. ده زمان. الان الناس بيجوا يغشوا عشان يجعلوا الهوموجينيسيتي حقته انه يكون فيه تجانس. أيوة. يقوموا يضيفوا السمق بتاع السمق العربي. يا هو السمق العربي تقيل عشان يكون تقيل وبداك عشان يحافظ على شنو؟ على الكثافه وسمكه العسل. كده كده مخدوعين يا طبعا كده كده مخدوعين ما في كلام. ولما نجي للطرق بتاع الغش ذات اللي احنا نتعرض لها يعني بيغشوا بشنو الناس؟ الناس بيغشوا من ضمن الحاجات اللي بيغشوا بها المحاليل بتاعت اللوب مثلا، لانه الصفات الفيزيائيه بالنسبه له قريبه من الصفات بتاعت العسل. ايضا كذلك المغلاص في انواعه يعني هو قريب برضه من الشكل. العسال الغامقه دي دائما اللي هو منتجات قصب السكر. طبعا منتجات قصب السكر طبعا، وفيها دي نسبه السكروز عاليه جدا اللي هو زي ما انت عارف سكر القصب. لما المستهلك البسيط زول يكون عنده دايبت اللي هو سكري يقوم يتناول العينات دي، فبالتالي او عنده جروح بتاع السكر يقوم يستخدم العسل لجروح السكري، فهنا بتجي المشكله اللي بتواجه الزول. فعشان كده كل الاختبارات ممكن يكون 6 اختبارات كان بيعملوها الاهالي، كل الاختبارات دي يعني ساقطه بالنسبه للناس اللي هم بيغشوا. اللي بيقولوا ثاني اختبار بتاع الكبريت. ايوه واكثر الناس بيقول كويس شكرا. اختبار الكبريت مبني على اساس الرطوبه في العسل. فالعسل ده من الطبيعي المفروض رطوبته تكون من 16 ل 18%.
دي الانترناشونال يعني في الستاندر. لكن احنا عسلنا الناس بيقوموا يشيلوه اول من قشوه بيزيد نسبه الرطوبه فيه او نسبه المويه محتواه المائي. الكبريت ما بولع نفس العسل ده انا لما انتجه، لكن اخلي النحل ما ينجضه ما يختمه. النحل اول ما يجيب الرحيق اللي هو النكتار من الزهره مكون الخليه، يقوم يضيف له انزيمات من عنده ويشيله يحطه في العين السداسيه بتاعت النحل، ويقوم يزيل نسبه الرطوبه منه باجنحته، بيقوم ثابت وبيرفع نسبه الرطوبه، بيرجع المحتوى ده في الخليه وبيشمعه، بسموه مختوم، رحيق مختوم. ده نسبه الرطوبه فيه المفروض تكون 18 إلى 16%. في نحال بتسرع عشان دايره تحصل السوق، بيشيل الشمع او النحل قبل يختم بيشيل العسل. اول من تجيب العسل بيكون نسبه رطوبته زايده. في بعض الدول العالم بيعرفوا يجفوا في الرطوبه ينزعوها وبالتالي يضبطوها ويقوم يدوها المستهلك. لا ده بجيبه، انت لو دخلت الكبريت فيه ممكن عادي شنو ما يولع لانه فيه نسبه رطوبه زايده. برضو اختبار يعني بعدين نبقى على الضمير الحي الصاحي يعني اي زول بضمير والله الحديث يعني بطل. ما بتختصر المساحه الضيقه دي وفي عينات كثيره، ان شاء الله تكون رحله متواصله معنا في صباح الشروق حتى انه يبين كثير، ونقدر نشجع برضه لكل المشاهدين اللي عايزين يعملوا مناحل ويستفيدوا منها على كف احتياجهم برضه ويسوقوا منها. قدرين جدا دكتور علي جماح حامد مدير مركز ابحاث النحل وانتاج العسل بجامعه السلام على حضورك صباحا وعلى كل التفاصيل اللي قدمتها ورشيدات بالنسبه للمشاهد، كثر خيرك. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم، وانا اكثر سعاده واتمنى من مشاهدي ولايه الخرطوم الان هم موجودين يزورونا في معرض الخرطوم الدولي صاله واحد، معرض جامعه غرب كردفان ومعرض ولايه غرب كردفان، عشان يتزوقوا العسل ده. احنا عينات للتيست عشان هم يعرفوا يقارنوا، عندنا عينات للتذوق ويقارنوا، بعد ذاك يتخذوا القرار في العسل الاصلي والجوده. شكرا.